والعبادات من حيث التوقيت تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما له ميقات زماني ومكاني وهو الحج، فالحج له ميقات زماني وهي أشهر الحج، وله ميقات مكاني وهي الأمكنة التي عينها النبي صلى الله عليه وسلم للإحرام منها. والقسم الثاني ما له ميقات مكاني لا زماني وهو العمرة، فالعمرة لها ميقات مكاني وهي المواقيت، وليس لها ميقات زماني لأنها تصح في جميع السنة. والقسم الثالث ما له ميقات زماني لا مكاني، وهذا على نوعين. النوع الأول ما ميقاته محدد لا يتغير وهو الصلاة والصيام، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، والصيام أيضا متعين، فمن شهد منكم الشهر فليصم. والنوع الثاني ما ميقاته يختلف بحسب المكلف وهو الزكاة، فإن حول الزكاة يختلف من شخص إلى شخص آخر.